نعمل لك البلح ده. كان في نوع احنا بنشيل النوا اللي جوه ده نحط مكانها سودانيه كده نعملها ونغلفها علشان ده النوا جوه ما بتتكتش. حط لك سودانيه جوه. احنا ده تمر بنجيبه من هو بلح بنخليه بيصير تمر وبنجيبه بنعمل له طريقه جديده يعني بنشيل النوايا بنحط فيه سوداني حمص اي حاجه كده بنخلي شكل جديد ويعني حاجه مختلفه يعني. عرفت يعني بنعمله يعني عجوه مره ونعمل تمر يعني عاده بنشتغل فيه يعني ماخذين على الشغلانه يعني نوكل عيالنا ونحمل على الحكايه دي يعني مش في حاجه لا بحر ولا اي حاجه. الجمعية تنمية المجتمع بنجورة قايمة بمبادرة من خلال مشروع تمكين الشباب والسيدات في شمال سيناء. المشروع قام على استثمار الموارد الطبيعية في المحافظة، وطبعا عندنا هنا من أهم الموارد الطبيعية الموجودة تعتبر نخيل البلح. فالجمعية عندها فكرة مبادرة أو فكرة مشروع أو تدريب خاص بتعبئة وتغليف البلح. التعبئة وتغليف البلح دي بتكون مرحلة بعد مرحلة ان هو قطف الثمار البلح وتجفيفه. بنبدأ ان احنا ناخد البنات وندربهم عن ازاي ان هم يطوروا فكرة ان البلحة تكون بلحة يعني غير جيدة الاستخدام او غير جاذبة للزبون الى بلحة جاذبة ان الزبون ياخدها ويستفيد منها. الفكرة قائمة على ان احنا بناخد البلح وبنعبيه وبنجري عليه بعد التعديلات وبنعبيه بالحمص او الفستق وبنعبيه بطريقة ظريفة وطريقة كويسة بتكون دي جاذبة للزبون، وطبعا بتكون تعود عائد اقتصادي على الاسر. عدد في عدد كبير من السيدات مقبلين على الموضوع ده، واحنا بالتالي احنا استهدفنا السيدات اللي هم بيعملوا في نطاق المناطق الموجود فيها هذا المنتج.